تعالوا بقى هنشتغل، هنعمل حاجة. نخلي طبعا الكزبرة زي ما قلت لكم للفاصوليا المطبوخة، الكريمة اللباني للشوربة، وهنبتدي اراجع معاكم واحدة واحدة عشان اشوف فاكرينها ولا لا، عشان الدنيا ما تلخبطش معاكم. شوربة الفاصوليا البيضة، فاصوليا بيضة، بصل، كريمة لباني، ملح وفلفل، تمام؟ طيب فاصوليا المطبوخة اللي هي فاصوليا بيضة بالكزبرة الخضراء، فاصوليا بيضة، ثوم، بصل، طماطم، صلصة طماطم، كزبرة خضراء، ملح وفلفل وكمون وزيت ذرة، تمام؟ يبقى احنا كده فاضل كمون هنحطه مع الكزبرة. تعالوا بقى نعمل صنف تاني خالص، بس برضو من نفس الحكاية ومن نفس البلتة ومن نفس المكون بتاعنا، الفاصوليا البيضة. هنعمل سلطة فاصوليا بيضة، وعايز اقول لكم ان الفاصوليا البيضة بتتعمل في كذا نوع سلطة مختلف، يعني مش اللي هي فاصوليا بيضة بشكل زي ما احنا بنقول سلطة بلدي كذا، لا، سلطة فاصوليا البيضة بتتعمل بكذا شكل. هنختار نوع منهم ونشوف مقاديره. عبارة عن سلطة بصل احمر، فاصوليا بيضة طبعا الاساسي مكون بتاعي، بصل احمر، ثوم، فلفل الوان، عصير ليمون، خل، زيت زيتون، وملح وكمون. تاني، فاصوليا بيضة، بصل احمر، ثوم، فلفل الوان، عصير ليمون، خل، زيت زيتون، وملح وكمون. ناخد كده بولة حلوة محترمة نشتغل عليها. ايه، ونبتدي نحط مكوناتنا اللي معانا واحدة واحدة تدريجي كده عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. اول حاجة عندي هاخد فلفل الوان، ادي الفلفل الالوان، تمام. احب انا اخد كمية تبقى حلوة محترمة كده. وعندي بصل جوليان، بصل شرايح اهو، طماطم اهي شرايح، وخلي برضو كام واحدة كده خليهم للاخر. وبحط عليهم توم حبة برضو حلوين، وبنزل عليها شوية كمون كده، ملح، فلفل، عندي بقى ليمون، عصير ليمون، خل، وانا هحط من عندي بقى ايه كده حاجه صغيره، زيت خفيف بس كده. تعالوا بقى شوف هنحط الفاصوليا بتاعتنا اهي، ونقلب ونشوف لو احتاج التاني. الطبق ده على فكره محترم جدا يا جماعه، محترم محترم. ولو احنا نفس المكونات دي لو احنا عملناها بالمكرونه، بنجيب اي نوع مكرونه، لو مكرونه السوستة او مكرونه فيونكات، وعملناها نص يعني تبقى الادنتي، تبقى مثلا درجه سواها 7 دقائق مش 10، وبتبقى حلوه جدا. والمكون الاساسي لو اتغير مش هيفرق كتير. على فكره بتتعمل باللوبيا، بتتعمل بالفاصوليا البيضه، بتتعمل بالمكرونه، بتبقى حلوه جدا. بصوا انا هزود شويه فاصوليا بيضه اهو، كده كده طبق السلطه ده طبق جاهز ان انا اغرفه بتتبيلته بحاجته زي ما هو كده، مفيش اي حاجه خلاص. طبعا عايز اقول لكم على حاجه في السلطات، السلطات احلى حاجه في السلطات انها قبل التقديم تبقى في التلاجه، يعني دي تخش التلاجه ساعه كده وتتقدم. لو اتقدمت بعد ساعه هتفرق كتير قوي في الطعم، يعني طعمها هيبقى حكايه. بس طبق لان ما شاء الله السلطه كبيره، ممكن نغرفها في طبق حلو زي ده. ماشي، يلا ناخد ده ونغرف فيه طبق سلطه كده،
عايز اقول لكم من الاطباق الجامده المحترمه هي طبق السلطه ده، يعني حاجه يعني ما حصلتش. ام يوسف السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بقول لك يا شيخ من فضلك معلش انا لسه فاتحه حالا، تقول لي بس الريش اللي انت عملتها دي سريعا. طيب الريش اللي انا عملتها عباره عن قطع الريش بتحط لها بابريكا وحبهان وجنزبيل وملح وفلفل وشويه بشر طماطم وبشر بصل وتوم. يا ريت نبص المقادير كده معانا يا ام يوسف. ايوه معاك يا شيخ. المقادير معاك على الشاشه هتنزل لك اهي حالا. طب حضرتك البابريكا بتتحط على اللحوم والفراخ بتديها؟ مفيش مشكله خالص خالص. اه طبعا. طب وبالنسبه للجريل لو حشوه على الجريل برده احط البابريكا اللي هي البابريكا ده؟ اه ما يجراش حاجه. تمام. بس خدي بالك انها على الجريل، بس هي الفكره انها مش هتقدري تحطي كل الخلطه على الجريل عشان الجريل هي فلازم تبقى في صينيه. تمام شكرا يا شيخ. العافيه يا فندم تحت امرك. بصوا الطبق ده مش محتاج بصراحة يتجرنش، هو مجرنش نفسه اهو، يعني كيف السلطة بتاعتي بصراحة. مين بيحب يا جماعة سلطة الفاصوليا دي؟ يعني بنروح اماكن يديك طبق قد ايه؟ لا ده كبير، ويقول لك طبق مش عارف بكام وعشرين ولا كام وتلاتين، وهو تملى مرة واحدة وهو ده طبق اللي انت ان كان عاجبك. طب ايه هو ده يعني الحكاية؟ ده طبق طبعا فيه شغل جامد، طبعا هو ده ميزة الانتاج الساخن، ان يبقى فيه فاصوليا وفيه لحمة وحاجات كتير قوي.